كيف ما نحبوش ننسى ولا هلال الأحمر اللي حاضر معنا اليوم. نعطيكم البرنامج اليوم بالنسبة للبرنامج التسعة ديجا سريع استقبلنا الضيوف، فما زاد كيف النشيد الوطني، فما أيضا مع العشرة غير بوع توجه نحو الورشات، فما برشا ورشات حاضرة اليوم. الورشات هي ورشة قيس ضغط الدم، فما ورشة تقصي مرض السكري، فما ورشة النصح والإرشاد، ورشة الترشيد الجماهيري. التصويره اللي بستلقاوها من بعد كيف استلقاوا البوزر بستلقاوها هذيا شفتوها؟ هاي التصويره هذيا بستلقاوها بستلقاوها. فما اقبال كبير من سيرة وعملية خدش وصلتوا حسب تقرير وصلنا مزات اللي استهل أولوية لبنيتون خاطرش الوقت عنا سبيطار عنا الطريق عنا المدرسة عنا كل شيء. بنيتون منطقة منعزلة لا عندها مدرسة لا عندها سبيطار، نساهم يجوا محملين من غادي للواتا باش يعدوا على ولادهم. الرجال الكبار يحمل عنده ولا ما عندهش في كهرباء 15,000 20,000 والانسان ظروفها ما تسمحش. ولهذا نطلب من بيتكم ينوركم ويصلح رايكم باش تلفتوا للمنطقه هذه. عيني تنضرب ما عادش يراب القبيل، يسبب العينين نردوا بان راهي العينين ما اعزش من العينين. السكر والدم ينجموا اثروا على العينين تولي فيها صبيبه. عنديش قرني نحب قرني ما بغيتش قرني من قبل الثوره فكرني تفات وراح. شنو هو؟ هكا هاو؟ كان فكرني هكا هاو. وهاي قميص لبناتي والله كل حاجه توجه فيا. وهي لا نعرف بلايص لا نعرف وين نمشي لا وين كي حرك خلف الواحد. يعني انت تو ما عندكش كارني؟ ها هو كيف تخبرين؟ ها هاي هذا العام الثالث ما لقيتش باش نخبر. انا ما نحبش نشكر المواطنين اللي جوا للواتا السيدات والشبان والشباب واللي واقفين معانا وقفة حارة واللي لاهيين بينا متفكرين. وانا عندي ولدي مريض بعينيه وتعب وما عنديش كارنيه تاع العلاج وعندي الدم وعندي السكر ظروفي تعبة وما عنديش ماسكر لايق. نطلب من المواطنين يعاونوني شوي ويعاونوا ولدي اللي تو عنده عام. يخرج لهم انا خرج فيهم اللي لله يبي. دقيقة